ونتكلم عن ثلاثية أخرى ورد فيها عكس ذلك، أعني ورد فيها ذكر حلاوة الإيمان والتقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الشيخان واللفظ للبخاري من حديث أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذه الثلاث أيها المسلمون عباد الله، من حققها وجد ثمرة الإيمان في قلبه، وإن للإيمان لحلاوة في القلوب إذا خالطت بشاشة القلوب. ما ضر المؤمن ما صار له بعد ذلك، فيكون قلبه معلقا بربه سبحانه وتعالى، يرضى بما قسمه الله ويقبل بما أراد الله تعالى له، ولا يضره ما قال الناس فيه وما أصابه من الأذى والبلاء. فقال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ذكر ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث في فتح الباري أن الله تعالى شبه الإيمان بالشجرة، كما في قوله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة، وهي كلمة لا إله إلا الله، كشجرة طيبة أصلها ثابت، أي جذورها مغروسة في الأرض، أصلها ثابت وفرعها في السماء، أي لها ثمار عالية تؤتي أكلها، أي ثمارها، كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فشبه الله تعالى الإيمان في أصله بالشجرة، وفروع هذه الشجرة اتباع الأمر واجتناب النهي، وأوراق الشجرة هي أبواب الخير، وثمار هذه الشجرة ما يجده العبد المؤمن في قلبه من حلاوة الإيمان. وعلامة حلاوة الإيمان الأولى أن يكون الله سبحانه أحب إليك من كل شيء. وكيف يكون المقياس أيها المسلم الكريم؟ ما هو المقياس على أني أحب الله سبحانه؟ قال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية الكريمة، قال العلامة ابن كثير الدمشقي رحمه الله، هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله سبحانه وليس هو على الهدي النبوي، أنه كاذب في نفس الأمر حتى يكون على الطريقة النبوية والدين القويم. إذن أيها المسلمون، علامة أني أحب الله سبحانه أن أتبع رسوله،
صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلامة ابن كثير رحمه الله قال بعض الحكماء ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، لأنه أنت لما تحب ممكن تكون صادق ممكن تكون كاذب، ولكن لما تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت ستحب، لأنه ربنا قال فاتبعوني يحببكم الله، وربنا ما بيحبك إلا تتابع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تابعت رسول الله فستحب من الله، وإذا أحبك الله عز وجل فإن الله يحمي من يحبه، يحمي من يحب ويحوطه وينصره ويعزه بعزه في الدنيا، ولو قاتلته الأرض ربنا بعزه وبينصره. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المشركون إيذاءه دافع عنه الله سبحانه وتعالى، وتكالبوا عليه يوم أحد، وتكالبوا عليه يوم بدر، ولما كادت المعركة أن تبدأ قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعو الله عز وجل، قال لأبي بكر الصديق ابشر يا أبا بكر فهذا جبريل عليه السلام جاء على رأس كتيبة من الملائكة له عمامة، وعلى ثناياه أي على أسنانه النقع من الغبار يحمل سيفه يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أحبك الله دافع عنك ونصرك نصرا عزيزا ولو اجتمع عليك من بالأرض. ولذلك يجد الإنسان حلاوة الإيمان لما يحب ربنا، والمعيار أن تفعل ما يحبه الله ولو بتكره أنت. عشان كده ربنا قال كتب عليكم القتال، الجهاد صعب على النفوس، ربنا قال وهو كره لكم، ما في زل بيحب الموت ولا في زل بيحب الطعن ولا تتجرح ولا تتآذى، ربنا قال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أنت تحب الحاجة اللي بيحبها ربنا ولو نفسك بتكرهها، ولو نفسك بتكرهها. الآن مرقة المال دي صعبة على النفوس، لكن ربنا بحبك أنت تطلع مالك وتنفق في سبيل الله، والنفوس ما بتحب كده. عشان كده ربنا قال عن المؤمنين ويطعمون الطعام على حبه، مع انه النفس بتحبه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فالشأن يا أخوانا إنك تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما يرضي النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا بيفدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم، ونحن الآن ما مطالبين قدر ذا. يا أخي الصحابة ضربوا نماذج وأمثلة عجيبة جدا. واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسر، واسمه حبيب بن عبد الله المازني النجاري من الأنصار، وهو شاب صغير، وأمه أم عمارة نسيبة بنت كعب. أسروا مسيلمة، لما أسروا مسيلمة كان بيسأل يقول لو أتشهد أني رسول الله؟ يقول لا أسمع. أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول نعم. ثاني يقول لي أتشهد أني رسول الله؟ يقول لا أسمع. لحد ما جيء به فقطع، بيقطعوا في يده ويده الثانية، لحد ما قطع ووضع في مكتل واحد
وجيء به إلى أمه، وجاءت النساء البواكي يبكينه لأمه، قالت لا تبكين فلمثل هذا ولدته وأرضعته. وهو ما يرضى إنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. وأسر رجل أيضا من المؤمنين فقالت له قريش تمنى أمنية وأنت طليق، تمنى أمنية واحدة ونفكك. ما هي؟ قيل له تمنى أن محمدا، ونحن نقول صلى الله عليه وسلم، تمنى أن محمدا في مكانك وأنت طليق. فقال لا والله، بس اتمنى أمنية في نفسك إنه النبي في محلك ده ونفكك. قال لا والله. فقال حسان رضي الله عنه وأرضاه، أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، قالوا أيرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ قال كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعافي. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. قال الآن أنت يا رسول الله أحب إلي حتى من نفسي. قال الآن يا عمر. مقياس محبة النبي صلى الله عليه وسلم قيس نفسك مع السنة، ده المقياس. والمسألة ليست دعوة يا إخوان، ما دعاوى باللسان، المسألة عمل. مقياس المحبة الاتباع. لما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم انت موقفك شنو؟ هل بتسلم وتتبع الحديث، ولا بتتبع رايك وراي الناس وتخلي كلام النبي عليه الصلاه والسلام؟ ده المقياس يا اخوان. الولد بيحب له فنان بتلقى بيحلق زيه، واللي بيحب له رقاص ولا رقاصه بيسمي ولده عليه وبيقدره وما بيقبل كلام فيه وبيقلده في مشيه في أكله في الزي بتاعه، تلقاه بيقلده. ونحن يا أخوانا نحب النبي عليه الصلاة والسلام، ليه؟ نحن بنستنكف من تقليد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ليه بنستنكف؟ وليه بنمشي نجيب عبادات وعقائد وأذكار ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده يدل على كذب المحبة، المحبة ما هي صادقة. فكل إنسان أتى بطريقة في التعبد ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في محبته. الأذكار اللي جايبنا من عندهم، والآن الناس شايفة الطرق والجماعات والأحزاب التي قامت في مخالفة صريحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دايرنا نقول نحن كلنا أتباعه هو، وكلنا نجي من خلفه هو صلى الله عليه وسلم، وحذرنا من التفرق، وحذرنا صلى الله عليه وسلم من البدع والمحدثات. وبعد نحن نعمل البدع وندعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أي محبة ما فيها اتباع ما مقبولة عند ربنا سبحانه وتعالى. وانظر إلى محبة أبي طالب لرسول الله، كان بيدافع عنه. لما ينوم بالليل وكفار قريش دارين يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم، يشيلوا من سريره ويخذ واحد من أولاده في مكانه
عشان لو في أذى يصيب ولده ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الدفاع ده كيف، ويحميه ويقبل بمقاطعة اجتماعية من قومه قريش، مقاطعة كاملة، ما يتزوج من آل أبي طالب ولا يكلموهم ولا يتاجروا معهم ولا يخلوهم يستفيدوا من شيء من السوق، يقبل بالمقاطعة من أجل محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وحمايته له. وبعد كله المحبة دي ما نفعته بشيء. ليه يا أخوان؟ ما نفعته بشيء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه للتوحيد لم يقبل، مع أنه دافع عنه دفاع جل جدا. قال لعمري لقد كلفت وجدا لأحمد وإخوته دأب المحب المواصل، فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن والاه رب المشاكل، فمن مثله في الناس أي مؤمل، إذا قاسه الحكام عند التفاضل، حليم رشيد عاقل غير طائس، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبد تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنه ثورة المتطاول، حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل، فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطل، رجال كرام غير ميل إنما هم إلى الخير آباء كرام المحاصيل. كلمات قوية في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته، لكن بعد ده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له يا عمي قل لا إله إلا الله، أبا يقولها. أتخيل مع الدفاع ده والقرابة. بعد ده كله النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا عمه العباس أخو أبو طالب ده، قال له ما أغنيت عن عمك أبي طالب فإنه كان يحوطك ويحميك، قال له شفعت له فأخرج من داخل النار إلى ضحضاح منها توضع له جمرة على أخمص قدمي فيغلي منها دماغه، برضه في النار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعوا للتوحيد رفض. إذن يا أخوانا لن تغني عنا المحبة الكاذبة، ولن تغني عنا الشعارات الزائفة، ولن تغني عنا الادعاءات، حتى نكون حقيقة تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهذا الحديث فيه رسالة أيها المسلمون عباد الله، أن نترك ما نحن فيه من الطرق والجماعات والأحزاب المخالفة، وأن نجتمع جميعا خلف قائد واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا وارحمنا وتولنا واعف عنا واجمع بين كلمتنا وقوي شوكتنا. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا ربنا. اللهم افتح على بلادنا وكفنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.